والتعاملات الدولية لمواكبة جميع التطورات المتلاحقة للقانون التجاري الدولي، حتى أصبح يلعب دورا فعالا في نظام القضائي الدولي على المستوى الاقتصادي العالمي. فقد صار هناك ضرورة ملحة لتسهيل كفافة التحكيم وصياغة الحقوق وتنمية ملكات وقدرات الصائغين للحقوق وتعريفهم بأساليب الصياغة المثلى ووسائل وأساليب فض المنازعات الناشئة عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها. وأشير هنا أن التحكيم في الدول الخليجية قد شهد الكثير من الحراك بداية من القرن الماضي كونه أداة اتفاق متميزة لحسم نزاع محدد خارج نطاق محاكم الدولة.